تقوم مكاتب السياحة والسفر في مملكة البحرين بدور لافت في تنشيط الحركة السياحية واستقطاب السياح من خلال الترويج للمرافق السياحية في المملكة بما تضمه من سواحل ومنتجعات ومتنزهات وفعاليات صيفية متنوعة، فضلا عن طرح المزيد من البرامج والوجهات السياحية الحصرية التي تنطلق من مطار البحرين الدولي. برامج سياحية محلية وخارجية تم تصميمها خصيصا لجذب السياح إلى مملكة البحرين بهدف زيادة أعداد السياح وارتفاع الدخل السياحي، فالمرافق والمنتجعات التي تتميز بها المملكة تقدمها مكاتب السياحة والسفر لزوارها بالترويج لتلك المرافق من خلال عدد من العروض المتميزة والأسعار التنافسية التي تقدمها هذه المكاتب لمحبي السفر من البحرينيين والخليجيين. البحرين تمتلك الكثير الكثير من أسباب وجودها في السياحة العائلية بالدرجة الأولى، فموجودة عندنا الفنادق فئة الخمس نجوم والأربع نجوم، في عندنا المنتجعات السياحية راقية، في عندنا المتنزهات والسواحل، في عندنا المجمعات التجارية للتسوق، وهذه كلها من دواعي استقطاب السياحة إلى البحرين. خبراء القطاع السياحي في البحرين أصبحت لهم مساهمة فاعلة في الترويج للسياحة وإعداد المزيد من البرامج السياحية الخارجية وإيجاد وجهات متميزة وحصرية تنطلق من مملكة البحرين لتستقطب من خلالها السائح الخليجي لينضم إلى تلك الرحلات عبر مطار البحرين الدولي. في قطاع السفر والسياحة نوازن دائما بين السياحة الداخلية الانباوند والسياحة الخارجية الاوتباوند، ونركز عندنا في الاوتباوند في موجود تحديات عن السياحة اللي إلى الخارج، فإحنا دائما نبحث عن وجهات جديدة ومميزة نقدمها، وخاصة في فصل الصيف موسم السفر. فمثلا هذه السنة احنا اشتغلنا مع طيران الخليج الناقلة الوطنية وشغلنا رحلة أسبوعية إلى مدينة سوتشي، يوفر مواقف مجانية، كوبونات للوقوف المجاني في المطار، طبعا في وقوف مدفوع، وللتشجيع هم كانت عندهم مبادرة أنهم يوزعون الكوبونات على غير البحريني على الخليجي لاستقطاب المسافرين أنهم يسافرون عبر مطار البحرين الدولي. مكاتب السياحة والسفر تلعب دورا كبيرا في وضع البرامج السياحية في داخل البحرين وخارجها، بل ويعملون على توظيف خبراتهم في هذا المجال ليقدموا أفضل البرامج السياحية خصوصا في موسم الصيف، وهو موسم أساسي ومهم يعول عليه لتنشيط حركة السياحة المحلية في المملكة. جهود متواصلة وعمل دؤوب تقوم به مكاتب السياحة والسفر في البحرين للترويج للسياحة الداخلية وجعل البحرين الوجهة السياحية الأولى على مدار العام، فضلاً عن طرحها لوجهات سياحية حصرية تنطلق من مطار البحرين الدولي تقدمها هذه المكاتب لمحبي السفر. خلة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.